قانون 52 ما عندوش كان تداعيات اجتماعية فقط، وإنما زاد كذلك تداعيات صحية خطيرة. وهني نحكي على التحول خوفا من العقاب من استهلاك القنب الهندي. فما 30% من العبيد اللي تزارق، يعني بريسك واحد على ثلاثة عنده الهباتيت سي. شنو موقفكم من نقص الرعاية الصحية داخل السجون، وإلى أي مدى قادرين توفروا العلاج في السجن؟ بالنسبة للعلاج صحيح، وأنه الهيئة العامة للسجون والسلاح والدين قررها، والصحة تقريبا حتى البرة تعيش في تعثر، فما بالك بالنسبة داخل السجن، رغم اللي هناك مجهودات كبيرة نقوموا حتى عملية التعاقد. فمش حاجة كارثية. العبيد قاعدة تزرق في الحبس وقاعدة تمرض بالسيدة. لا الزرارة في الحبس ما لا موجودة وتتكيف في الحبس وكل شيء موجود. اسمعني نحب نقول لك أنا ريتم بالنسبة للاستهلاك نتاع المخدرات، نعطيك التوجه. احنا رانا مقتنعين مع الشباب اللي تشوفوا فيهم التوا، التكلفة داخل السجن، انا عندي السجين يتكلف اكثر من 40 دينار في اليوم. التجريم يعني الحبس، والحبس يزيد يمرض. كيفاش تقترحوا المرض والعلاج فرد موقف، مع العلم انه المستهلك ليس بالضرورة مدمن؟ حبيت نعرف منك دكتورة على الفوائد الطبية والعلاجية للقنب، مش الزطلة، القنب. كما الكنابيس فلوس اللي عنده أثر إيجابي جدا في حالة رمزي حمزة. رمزي حمزة عنده متلازمة تورت، وهو مرض نادر يضرب الجهاز العصبي. رمزي عانى برشا، قدم مطلب من فيفري 2019 وما تلقى حتى إجابة، لين وصل قدم مطلب لجوء إلى دولة أجنبية. علاش؟ على خاطر ما تمتعش بحقه في الصحة. أنا باش نعاود نحكي اللي حكيته الدكتورة أميرة، أما باش نبسطه أكثر شوية. اليوم استعمال المخدرات عن طريق الحقن تؤدي لبرشا أمراض، منها الإدمان، سيدا، ليباتيت سي، وكما نعرفوا العباد الكل ليباتيت سي البصفير في الكبدة هو مرض ينجر عليه سرطان في الكبد، وهذايا عنده تأثير على ميزانية وزارة الصحة، وبالتالي تأثير على ميزانية الدولة، خاطر لازمنا نعرفوا لهنا راهي الدويات هذه تتعطى بليش تاع السيدا ومتاع ليباتيت، دونك تتحملها الدولة. اليوم عندنا أكثر من 9000 مستهلك مخدرات عن طريق الحق، منهم 10% عندهم متعايشين بفيروس متسبب في السيدا، و64% منهم عندهم ليباتيت سي.